القرن بقى والنادي الكبير، وايضا على مستوى العاب الصالات الحقيقه الاهلي محتكر كل الالعاب، وحاجه جميله جدا مع مجلس بقى الاداره بقياده النجم والاسطوره الكابتن بيبو والكابتن محمود الخطيب. ادي انطلاقه بقى من ناحيه اليمين النادي الاهلي، عرضيه عاليه خطره يا ولد يا ولد يا ولد، عبد الرحمن شريف بقى بيسجل المره دي، عبد الرحمن شريف بيسجل الهدف الرابع ليه على المستوى الشخصي والتاني ليه النادي الاهلي في مباراه اليوم. عرضيه حلوه، شوف بقى التنوع وشوف العرضيات اللي من الشمال والعرضيات اللي من اليمين، وعبد الرحمن شريف بيسعد العشاق والمتابعين وكل جماهير النادي الاهلي. ادي العرضيه من مازن، المره دي بقى ميدو نبيل لعب العرضيه، وادي عبد الرحمن شريف يا ولد يا لعيب، شوف الارتقاء وشوف اللعبه وشوف الراسيه وشوف الجمال، وهدف رائع جدا للنادي الاهلي في مرمى احمد عباس، في مرمى احمد عباس. حاول في اللقطة الأولى الحقيقة اللاعب عبد الرحمن شريف في قصة الهدف الأول والحارس أحمد عباس تصدى ليه، إنما المرة دي بقى عبد الرحمن شريف يا ولد يا ولد يا ولد، حلوة 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 وصعبة جدا على حارس المرمى أحمد عباس، لأن الكرة يعني قريبة جدا منه.